صح. والنادي الاهلي برضو عنده انا شايف ان من الحاجات اللي مقلله الحلول الفرديه. صح. يعني الحلول الفرديه عند النادي الاهلي مش احسن حاجه. هو الوحيد اللي كان بيديك حلول فرديه وهو فايق كمان مش دايما هو احمد عبد القادر ومش موجود الوحيد، يعني الوحيد يعني اللي يعني واحد اه يعني حتى لا يعني لما بيبقى في قمه تركيزه كان بيحل لك كتير بالظبط، لكن في الفتره الاخيره كانش ديت فورم. برضو كما كانش الامور يعني تحس ان هو حتى هو بيشتغل مشتت شويه، صح عايز اعدي ولا عايز ارقص ولا عايز صح العب. صح فعنده كان بس هو عنده الوحيد الكرييتيف في الفرقه، الوحيد اللي ممكن يعمل لك حاجه مبتكره، لكن الباقيين كلهم هي لعيبه كويسه ومهمه بس ما عندهمش حته الحرفانه دي اللي ممكن يعمل فرق. عندهم خوف. فين حسين اللي كان بيروح يغربل 3 4 ده بيروح للباك وبيرجع تاني يرجعها ورا؟ فين طاهر اللي كان في موجود بيجري جري 5 6 وراه؟ فين شريف القطعه بتاعته دي وكان بيروح زي ما ابو المجد قال في الفاصل، احنا قبل ما نخش شريف عايز يجيب جون وبس بسرعه فما بيجيبش، يعني كل هدفه ننزل يجيب جون. فلا العب لعبك تاني، قفشه يبتدي بلاش لعب بالعرض كتير، لا عايزين حاجه لقدام حاجه لقدام. الناس برضو ما بتساعدوش يعني ما بيتحركوش، كله عايز الكره هو واقف دلوقتي. ليه؟ مفيش ثقه. انا شايف ان بدنيا الاهلي زي ما قلت لك الفتره اللي فاتت بدنيا مش مساله اجهاد، لا بدنيا مش واقفين على حيلهم، ودي بانت في الباصات زي ما ابو المجد قال في باصات كده كتيره ببقى انا جنبك بتروح باصها لي جامده قوي يا اما ضعيفه قوي، صح، واجي اوقفها تروح طاوله مني زي مثلا الجون بتاع سموحه بتاع اليو ديانج وده استلام وشيلوها الرامي ربيع، طب ما ربيع باصها لك في رجلك انت ما عرفتش توقف فقطعها وجاب جون. الحاجات دي الصغيره تفرق. طيب